مرحبا حبايبي الحلوين، تعالوا اليوم خلنا نلعب وحذركم حذوره. وين السؤال؟ وين السؤال؟ سؤال سؤال سؤال، ماكو سؤال، اكو هديه. هديه هديه. يلا يا كره افتري وافتري 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 افتري 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 يا كره رقم 7 بمعنى كبير او رئيس التجار. هل هو الشابندر ام المقاول ام الحملدار؟ حملدار لو المقاول لو شابندر. الشابندر. الشابندر ثبتي. ثبتي. ثبتت الشابندر. صحيح صحيح. شنو؟ تقع الارجنتين في قاره افريقيا لو امريكا الجنوبيه لو اسيا؟ طبعا امريكا الجنوبيه. اها يا نور، برافو عليك، قويه بالجغرافيا. وامريكا الجنوبيه الارجنتين صح، وبرافو عليك، الاجابه صحيحه. السؤال يقول احدى هذه الالات ليست اله وتريه، هل هو البوق لو العود لو الكمان؟ ليست آلة وترية، دير بالك. يلا نور. البوق. البوق. وثبتين. تثبيت. البوق، والإجابة صحيحة. برافو عليك يا نور. شيء له أسنان ولا يعض. مثل الأسد. البط لو المشط لو القط. ما عندك. المشط. ها؟ المشط. تثبت. اي نعم. عبايد راح تقول الاسد، قال المشط. والمشط صح. السؤال يقول من الالعاب والسباقات الرياضيه تعتمد على اوزان اللاعبين، التنس لو الملاكمه لو الجمباز؟ الملاكمه. وثبت. نعم اثبت. اثبت. الملاكمة. قال كرار، والملاكمة صح. دولة فازت بكأس العالم لكرة القدم عام 2018 يا دولة؟ الأرجنتين لو فرنسا لو إسبانيا؟ يلا. فرنسا. 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 الثبتين. خلي اشوف الله. انا ما اعرف بالرياضه، خلي نشوف الاجابه هل هي صحيحه او خطا. ان شاء الله صح، وان شاء الله فرنسا. يا ربي فرنسا. وبرافو عليك. برافو 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 برافو. السؤال يقول طبل صوته عالي ومن جوه غافي فارغ طافي، شو تقول؟ يلا ترى وقت ماكو. فارغ. فارغ. ثبت. ثبت ان شاء الله. ثبت. قال فارغ، والفارغ اعتقد اعتقد صح. وبرافو عليك يا احمد. سؤال اخر اسمع. دولة عربية تطل على بحر ومحيط، هل هي موريتانيا ام المغرب ام الجزائر؟ ها؟ بحر ومحيط يا دولة عربية. المغرب. المغرب. الثبت. إن شاء الله. إن شاء الله. وثبت وقال المغرب، والمغرب طبعا صح. على المتوسط وعلى المحيط الأطلسي. وصار في رصيدك الآن 500,000 دينار عراقي يا أحمد. إيش تختار يا رقم؟ رقم رقم ايش قد؟ 19. 19 يا كرة. يلا رقم 19 يا كرة. افتري 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 افتري. ها ها ها. ورقم 19، رقم 19 في سؤال سهل يقول ما هي جنسية المغني الشهير مايكل جاكسون؟ هل هو أمريكي لو بريطاني لو فرنسي؟ مايكل جاكسون أمريكي. أمريكي. ثبت. ثبت. ثبت طبعا أمريكي. والإجابة لأحمد صح.
برافو عليك يا احمد. 107 يا كره. افتري 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 يا كره. وسبعه ورقم سبعه بي سؤال احمد، اسمع زين، كم يساوي الطن؟ 1000 كيلوغرام لو 100 كيلوغرام لو 50 كيلوغرام؟ الطن 1000 كيلو. اثبت اثبت ثبت. قال 1000 كيلو وال1000 كيلوغرام. الاجابه صحيحه، برافو عليك يا احمد. يلا اختار لي رقم اخر. صار الان في رصيدك ايش كثر؟ 250 الف دينار عراقي. انطيني رقم اخر احمد. 15. رقم 20. حلو، رقم 20 يا كرة. وافتر افتر افتر يا كرة افتر. اها ورقم 20. اسمع السؤال يا سجا، في اي محافظة عراقية تقع آثار لارسا التاريخية؟ وين تقع؟ بالمثنى لو بذي قار لو ميسان؟ وين؟ لارسا. لارسا، آثار لارسا، مثنى ميسان ذي قار. يلا ما عندنا وقت. يلا سجا. ميسان. ميسان مثبتين؟ ثبتت وميسان. مع الأسف ميسان خطأ. قار يا سجا. ثلاثة رقم من الأرقام ال 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 أي 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 أي. وخلي نشوف الرقم ثلاثة. الرقم ثلاثة سؤال، السؤال يقول ما اسم الشخصية التي أداها عادل إمام في فيلم رمضان فوق البركان؟ هل هي رمضان لو شعبان لو رجب؟ عشرين ثانية. يلا عشرين ثانية. راح تخلص راح تخلص. خلصت يا حبيبي خلصت. أحمد إيه أحمد خلصت العشرين ثانية. طبعا رمضان طبعا رمضان. افتري افتري ويا كرة افتري. وأريد رقم 15 ورقم 15 بي سؤال، والسؤال يقول أي من الفصول يأتي بعد الصيف؟ هل هو الشتاء أم الربيع أم الخريف؟ شو تقولين؟ الربيع. الربيع يجي. ثبتين؟ أي أثبت. ثبتين؟ قالت الربيع. وبعد ما ثبتت أعتقد الربيع خطأ. أم رضا، الخريف يأتي بعد الصيف مو صح؟